من امبارح للنهارده وكأن الدنيا وقفت على ان ياسر ابراهيم عنده اجهاد. كل الكلام يخص هذا الامر. واحنا الحقيقه قاعدين بنتابع اعلاميا ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتقال وايه الكلام اللي بيتقال. فضلنا نتابع يمكن نشوف حد قد يكون عنده بعض الحياديه في اختياراته في الكلام حتى. ولكن للاسف الشديد وجدنا ان هناك وجهات نظر غريبه جدا مع انها من ناس كبيره جدا ولها اسمها في التاريخ الاعلام الرياضي وناس لعبت كره قبل كده وعارفه يعني ايه اجهاد وعارفه يعني ايه تمرين قوي وعارفه يعني ايه. هو انا هقعد اتكلم كتير ليه؟ الرد على موضوع ياسر ابراهيم جه من مين؟ مش مني. يعني الواحد لو كان قال زي ما قال وطلع مع حضراتكم واتكلم زي ما اتكلم كان هيبقى ايه؟ ان انت بتدافع عن لاعب في النادي الاهلي. ولكن عندما يكون الرد من المشرف العام على منتخب مصر وايه اللي حصل؟ تعالوا نسمع كابتن حازم امام، مش اسلام الشاطر ولا جمهور الاهلي ولا ياسر ابراهيم ولا سيد عبد الحفيظ. تعالوا نسمع كابتن حازم امام عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكرة القدم وهو بيتكلم عن موضوع ياسر ابراهيم واعتذار النادي الاهلي. هو الناس قالته كده امبارح، النهارده كابتن حازم بيقول لنا حاجات تانيه خالص. نسمع كابتن حازم ونرجع نرد مره تانيه. ده المنتخب طبعا تعرفين ان متولي ربنا يشفيه يعني تعور، فالمنتخب بعت للنادي الاهلي لياسر ابراهيم. برضو عايز اقول حاجه على ياسر ابراهيم، في ناس فياسر ابراهيم على فكره ما اعتذرش ولا حاجه. هو اللي حصل بالظبط ان كابتن سيد بعت قال اوكي، بس خلي بالكم ان ياسر اتمرن بقاله 3 4 ايام بيتمرن تمرين حمل عالي، لان في ناس بتتريق يقول لك هو مجهد وازاي وده ما بيلعبش اساسا، ما برضه الناس بتاخد من على السطح يعني. فهم بيتمرنوا، اللي ما لعبوش كتير بيتمرنوا تقريبا بيتمرنوا كل يوم وتمرين ضغط عالي وحمل عالي. فقالوا احنا لسه، وبعدين لما منتخب غرابه كلم كابتن سيد الصبح امبارح كانه في التمرين او بعد التمرين على طول، فقال له خلي بالك هو لسه متمرن دلوقتي كمان والتمرين كان عالي، فهو يعني حمل عالي عليه ان هو كان المفروض هيروح التمرين بعد الظهر الساعه 5. بس ده اللي حصل، فشرح له هو بيتمرن ازاي، فغرابه وصل لمستر فيتوريا ازاي التمرين عامل ازاي في 3 4 ايام من الحمل عالي حمل عالي حمل عالي، فهو تعبان النهارده او مش هيقدر يجي يتمرن اساسا. لو جبته النهارده هيبقى لسه بيتمرن، فمش هيتمرن النهارده وبكره، عايز تمرين خفيف لان هو كان نازل بحمل مختلف عنك. فالراجل قال خلاص خليه ما دام حمله نشوف، جابه خالد صالح يمكن من نادي الاتحاد. فده برضه الموضوع. في ناس بقى لك هو لعب حاجه عشان يبقى مجهد. ايوه ما هو مجهد يا فندم، انه بيتمرن تمرين تاني، بيتمرن مع النادي الاهلي اللي ما كانش عامل حسابه انه هيروح منتخب مصر، فبيتمرن تمرين الضغط العالي اللي مستر كولر عامله مع فرقته. فكل حاجه ليها بس ليها اسبابها، بس احنا نحب دايما ايه نتريق ونهزر وبتاع. لكن ده هو اللي حصل، وبالتالي لن ينضم ياسر ابراهيم لمنتخب مصر. يا نهار ابيض، كابتن حازم امام بيرد على كل الاعلاميين اللي كانوا بيتكلموا في هذا الامر، مش انا ولا ياسر ابراهيم ولا كابتن سيد عبد الحفيظ. اللي انا فهمته من كلام الكابتن حازم امام ان مستر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قرر بعد ما سمع الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ للاستاذ خالد غرابه المدير الاداري للمنتخب، قال له ان ياسر ابراهيم عمل كذا وكذا وكذا وكذا، فواضح ان خالد غرابه راح نقل هذا الامر لروي فيتوريا اللي قرر ان ياسر ابراهيم ما يكونش موجود، وانتهى الموضوع على هذا الكلام. من امبارح للنهارده قصص وحكايات وروايات غير طبيعيه. طيب لو كان يعني كابتن حازم ما طلعش واتكلم بهذا الشكل كان هيحصل ايه؟ كنا هنتكلم في امور كثيره جدا جدا غير هذا الامر، وان ياسر ابراهيم كذا وان مش عارف ايه والكلام اللي احنا بنسمعه من امبارح للنهارده. ولكن كابتن حازم امام تكلم بمنتهى الوضوح وبمنتهى المصداقيه في هذا الامر، وبالتالي لا يمكن ان نعلق على هذا الامر مره اخرى. اتمنى ان الكل يسمع هذا الامر او يسمع كلام الكابتن حازم امام من خلال برنامجه في الراديو ويشوف ايه اللي حصل وايه اللي قاله كابتن حازم امام مره تانيه.